اتنين لعيبة محور حديث سبحان الله، انا مستغرب جدا. اتنين لعيبة، وهذا الكلام اكده عبد المعطي زكي وهو صدق فيه، بس هو قال نص القصة ما قالش كل قصة خاملة، يجوز هو ما يعرفهاش ويجوز كده يقصد الماتش قصة خاملة. في اتنين لعيبة عاملين دوشة في المغرب لجمهور الوداد من جانب، وجمهور الرجاء والجيش الملكي وبتاع ومن جانب اخر. ايه هما بقى؟